السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا كتبت كلام لور كيس، يعني حروف كلها صغيرة، المفروض إنها تبقى كابيتال، كلها كابيتال. فبدل ما أعيد الكتابة لقيت الموقع دوت، الموقع ده بتديله التكست اللي أنت عايزه وليكن اهوت، وأقول له بقى أنا عايز الحاجة كلها تبقى لور كيس، فكل الحروف الكابيتال تتحول لسمول، أو عايزها كلها أبر كيس، أو عايز تخلي الأول حرف هو اللي كابيتال ويبقى سمول، أو عايز العكس، أول حرف سمول والباقي كابيتال. في ده تخليه كذا عنوان inverse case، ممكن تعمله داونلود، ممكن تسخن لي الكليب بورد لو انت عايز. في حاجات كتير برضو في الموقع دوت، في مثلا شفرة موريس وشفرة البينري اللي هي 01001 وهكذا اهو. لو انا لقيت شفرة البينري دي ومش قادر اقرأه، فانت ممكن تبدأ تحطه هنا ويبدأ ان هو يترجم لك الكلام اللي موجود. ممكن نقول له احنا دي كلها تولز موجودة في قلب الموقع لو انت حابب تستخدمها. ميرور تكست جنريتور، يعني تقدر تشفر حاجة معينة، اي كلام هتكتبه هو يبدأ ان هو يعكسه بالشكل دوت، كأن في مراية، يعني هو عمل ميرور. اول حرف هنا هو الحرف ده يوز، تقدر تضرب العكس كده، واخر سايد اللي هي ديت، وعكس كله مرة واحدة. تمام، في حاجات بيعملها راندوم، مثلا ان هو يجيب لك يألف لك اي دي، يألف لك باسورد معين، ممكن تكون انت محتاج تعمل باسورد صعب شوية. تمام، راندوم باسورد، راندوم يبدأ بقى يألف لك حاجات كتيرة كده، تقول له طولها قد ايه، عايز يكون فيها حروف وارقام وهكذا لو انت عايز تعمل باسورد يكون صعب. يعني هو في ادوات كتير جدا يعني. تمام، ممكن تعمل نوت باد، وفي حاجات خاصه بالصور، في حاجات خاصه بالكود. لو انت عندك كود مكتوب بشكل معين هو يعمل لك بشكل اخر وهكذا. ممكن يكون عندك تكست كتير وفي لاين بريك في النص او في حاجه معينه يبدا ان هو يعزفها لك. فهو ما شاء الله في خدمات كتيرة جدا حسب الاحتياج بتاعه.